في العرض السابق رأينا بأن الخيار A كان صحيحا، الآن دعونا نرى إذا كانت الخيارات D C B أيضا صحيحة. فالخيار B يقول لنا أن عمدة المركب أو argument، دعوني أكتبه هنا، دعوني أكتبه بلون مختلف، يقول لنا أن عمدة Z ناقص Z1 تساوي عمدة Z ناقص Z2. لنفكر في هذا قليلا، وقد قمنا بمثل هذا سابقا حيث أوجدنا ناتج Z ناقص Z1 ويساوي T ضرب Z2 ناقص Z1، إذا هذا سيساوي عمدة T ضرب Z2 ناقص Z1، إذا هذا سيتبع الجبر الذي قمنا به لأن هذا يعادل ما بداخل رمز القيمة المطلقة والتي هي نفس الموجودة هنا، إذا هو عبارة عن argument T ضرب Z2 ناقص Z1. والخيار B يقول أن هذا يجب أن يساوي عمدة الآن ما ناتج Z ناقص Z2، حسنا لقد أوجدنا أنه يساوي هذه القيمة هنا، ما هي هنا وتساوي هذا الناتج الموجود هنا، ويمكننا إعادة كتابة هذا ليساوي، لا يوجد مساحة كافية هنا ولكن يمكن إعادة كتابة هذا الشيء، هذا سيساوي 1 ناقص T، وهنا سأخرجها كعامل مشترك، إذن ستساوي 1 ناقص T ضرب Z1 ناقص Z2. يمكن أن نحصل عليها بنفس الشكل هنا لنضرب هذا بناقص واحد وهذا أيضا، إذا أنا أضرب بناقص واحد مرتين لكي لا أغير العدد، وهذا سيساوي أو أن العبارة ستساوي، هذا سيساوي عمدة T ناقص واحد، دعوني أكتب هذا بالشكل أكثر وضوحا، إذا الفكرة هنا هي أن هذا يجب أن يعادل عمدة T ناقص واحد ضرب Z2 ناقص Z1. لنفكر بهذا الآن، وتذكروا أن كل ما فعلته هو أنني ضربت هذه بناقص واحد وهذه أيضا، فإذا قمت بضرب عبارتان بناقص واحد سيعادل هذا الضرب بناقص واحد مرتين وهو كالضرب بواحد، وبذلك أستطيع تبديلهما. هل هذا صحيح؟ إذن عمدة T ضرب Z2 ناقص Z1، هل صحيح أنها تعادل عمدة T ناقص 1 ضرب Z2 ناقص Z2؟ لنفكر بهذا قليلا، دعونا نرسم رسم تخطيطي، ها هنا المحور الوهمي وهذا المحور الحقيقي، ودعونا نرسم متجه Z2 ناقص Z1، لنفترض أن هذا المتجه هنا متجه Z2 ناقص Z1. الآن كيف ستكون T ضرب Z2 ناقص Z1؟ وكما تعلمنا T تقع بين 0 و1، إذن سيكون المقدار هو قيمة دنيا من Z2 ناقص Z1، هذا المقدار هنا سيساوي T ضرب Z2 ناقص Z1. الآن ما مقدار T ناقص 1 ضرب Z2 ناقص Z1؟ سيكون تذكر T تقع بين 0 و1، T أقل من 1، إذن T ناقص 1 هذه هنا ستكون عدد سالب، إذن سنمثله على أنه عدد سالب، إذن سنمثل Z2 ناقص Z1 كعدد سالب، فيكون هذا الشيء هنا، هذا الشيء هنا T ناقص 1 ضرب Z2 ناقص Z1 سيشبه هذا الشكل، هذا هنا T ناقص 1 ضرب Z2 ناقص Z1. الآن العمد سيكون عبارة عن الزوايا الواقعة بين كل من هذه الأعداد والمحور الحقيقي، إذن العمد لهذه القيمة ستكون هذه الزاوية أو ما يسمى فاي، ولكن ماذا ستكون هذه القيمة أو قيمة فاي؟ ستكون زائد 180 درجة، إذن سنذهب من هنا إلى هنا، إذن الزاويتان غير متساويتان، مهما كان هذا العدد موجود هنا فإن هذا العدد إما سيكون زائد 180 أو يمكن أن يكون ناقص 180 درجة، ولكن بكل تأكيد لن يكونا نفس الزاوية، وبالتالي يمكننا استثناء الخيار B
ولكن ماذا بالنسبة لهذا الخيار؟ الخيار دي يبدو مشابها للخيار السابق، لذا سأتناول هذا الخيار، وربما في العرض المقبل يمكن العودة للخيار سي، لأنني لا أريد أن أطيل عليكم. الآن ما هو الخيار دي؟ دعوني أقوم بكتابته هنا. الخيار دي يقول لنا، ونحن لا نعرف، علينا أن نرى إذا كان صحيحا، أن عمدة زد ناقص زد واحد يساوي عمدة زد اثنان ناقص زد واحد. دعونا الآن نفكر قليلا في هذا مرة أخرى. لقد قمنا بإيجاد ناتج ماذا تعادل زد ناقص زد واحد، فهي تساوي كل هذا الحال الموجود هنا. إذن هذه العبارة مساوية لأن عمدة زد ناقص زد واحد، والتي هي تي ضرب زد اثنان ناقص زد واحد، فيصبح لدينا عمدة تي ضرب زد اثنان ناقص زد واحد. هل هذا يساوي عمدة زد اثنان ناقص زد واحد؟ مرة أخرى لنرسم مخطط، أو ممكن أن نقوم باستخدام هذا الرسم نفسه مرة أخرى. لدينا هنا زد اثنان ناقص زد واحد، عمدة هذا العدد ستكون هذه الزاوية هنا، ستكون الزاوية فاي، وهذه الزاوية هي زد اثنان ناقص زد واحد. أما تي ضرب زد اثنان ناقص زد واحد ستكون هذه القيمة المرسومة باللون البرتقالي. من الواضح الآن أن تي موجبة فلا تعبر عن اتجاه آخر، هذه فقط القيمة أقل من هذا، هذا المتجه وهذا المتجه، أو هذا العدد المركب وهذا العدد المركب، سيذهبان بنفس الاتجاه، إذن زواياهما متشابهة. لنقوم بذلك، المتجه باللون البرتقالي هنا هو هذا العدد المركب تي ضرب زد اثنان ناقص زد واحد. إذا تي ضرب زد اثنان ناقص زد واحد، وهذا المركب المكتوب باللون الأخضر ولنكن واضحين عبارة عن هذا المتجه هو زد اثنان ناقص زد واحد، وهما بنفس الاتجاه أي لهما نفس العمد. إذا الخيار دي هو خيار آخر صحيح. إذا هو خيار آخر صحيح. سأترككم الآن هنا، وفي العرض القادم سنختبر الخيار C.